ليس مباراة من طرف واحد، الهلال يعني أربك حسابات الدحيل، هي قوة الهلال بكل اختصار. مبروك للهلال، حظ أوفر للدحيل بدون شك هند، ولذلك الآن يقال في المملكة العربية السعودية أن هذا الجيل الهلالي هو ربما يصفونه أو يقيمونه أفضل جيل مر على كرة القدم الهلالية، على أساس أن هناك معطيات وإنجازات. وصيف العالم يصل إلى في 5 سنوات الماضية يصل مرتين إلى 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 إلى, إلى, إلى تحقيق لقب كأس دوري أبطال آسيا، الآن يصل إلى 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 المرة الثالثة إلى النهائي في فترة وجيزة جدا بهؤلاء اللاعبين. وبالتالي هناك من يقول أن بطولة آسيا ضعيفة، أنا أعتقد أنه من وجهة نظري هو الهلال القوي وليس بطولة آسيا ضعيفة، لأن هناك أيضا فرق قوية جدا. يعني الهلال قابل مثلا شباب الأهلي الإماراتي، قابل الدحيل على أرضه وبين الجمهور وفاز بالسباعية في أكبر نتيجة في الدور نصف النهائي. الهلال ممنوع من التسجيل، وبالتالي يعني خلينا نقول أكثر واقعية أن يتغلب على معاناته وعلى ظروفه وعلى غياباته وعلى إصاباته. صحيح. في بطولتين هامتين، بطولة أندية العالم وبطولة آسيا. مخاوف اللي دائما تسبق كل مهمة أو امتحان رياضي للهلال، بكل شفافية دياز العقل المدرب، خطة لم ممكن تدخل أو يفكر فيها كريسبو، بالرغم أنه قال أنه هو يعي تماما ويفهم الهلال، لكن في المستطيل الأخضر شفنا كيف تفوق الأستاذ على التلميذ، وكان هناك ربما عامل الخبرة اللي لعب دور كبير. أول شيء نقول مبروك للهلال وهرد لك للدحيل. أنا أقول الهلال الدياز فاز بامتياز في هذه المباراة، قدم أو فاجأنا حتى بأسلوب وطريقة اللعب اللي كان دائما يلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة أو أربعة اثنين ثلاثة واحد، اليوم شفناه بشكل مغاير 4-4-2 بوجود إيقالو وجود ماريجا في خط المقدمة. أربك حسابات الدحيل بشكل كبير جدا، سيطر على المباراة طوال الوقت. على فكرة بالحديث على الخطة يعني بالتفصيل، مدرب فولاد الإيراني قال أنه تابع كل مباريات الهلال للتعرف على طريقة لعب الهلال، وفي الأخير أخفق وتفاجأ يوم واجه الهلال عند خروجه من الأسيوية. دياز على الرغم من الانتقادات اللي ربما أحيانا يعاني منها قبل أي امتحان أو أي يعني بطولة أو أي مواجهة، إلا أنه يؤكد أنه رقم ناجح ورقم صعب مع الهلال. ينجح في كل اختبار دياز، وينجح في كل انتقاد ينتقد، لكن ينجح. وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية، اليوم يوصل لنهائي كأس آسيا. أنا أعتقد اليوم كان زلزال هلالي في ملعب الدحيل بدرجة 7 أهداف، سباعية كثيرة، سباعية كبيرة، نتيجة غير متوقعة لكن مستحق. طيب شو اللي صار مع الدحيل؟ شو سبب هذا الانهيار، عدم العودة؟ يعني حتى إذا قارنا مثلا الهلال لما لعب في نهائي كأس العالم أمام الريال كان هناك خسارة وكان هناك عودة، نحن شفنا الدحيل يعني يمكن هو راح يكون مصدوم يمكن أكثر من كل العالم من هذه النتيجة الثقيلة بالنسبة له. خليني أقول لك أنه الدحيل انخدع حقيقة في مستوى الهلال أمام فولاد، وهذه نقطة مهمة جدا من وجهة نظري. وأيضا بعد فوزه على 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 الشباب، واضح أن الدحيل من مباراة الريان أنه يعاني دفاعيا بشكل كبير جدا. لأي راصد يشاهد مباريات الدحيل يقول أنه هذا الدفاع دفاع يعني خلينا نقول كيام سهل اختراقه، سهل الوصول إلى 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 مرمى. اليوم نعم دياز لم يعطي حقيقة، وهو الأستاذ لم يعطي تلميذه أي فرصة، لأن الهدف في دقائق معدودة واتبعوه هدف ثاني، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أنه مدرب الدحيل فتح اللعب، لأنه منذ البداية لأنه في 13 دقيقة 3 أهداف. وبالتالي أعتقد لكن الخلاصة أن الدحيل انخدع بمستوى الهلال أمام فولاد. نعم، إذن مشاهدينا راح نروح لأول فاصل في هذه الحلقة.